مؤتمر الروبوتات العالمي 2023 يفتتح أبوابه في بكين، والذي يكشف عن إنجازات متطورة وأحدث معروضات صناعة الروبوتات، ويمتد المؤتمر إلى غاية 22 من الشهر الجاري، كما سيتم عقد أكثر من 30 منتدى خلال المؤتمر، ويتضمن الحدث سيناريوهات روبوت بلاس لأول مرة، والتي تعرض أحدث التقنيات والمنتجات في 10 مجالات مثل الخدمات الطبية والزراعة. وقد عقد المؤتمر لأول مرة في عام 2015، وكان حدثاً دولياً في صناعة الروبوتات بأكبر نطاق وأعلى المعايير وأكثر الموارد تكثيفاً.